سن أبي داود لما ذكر حديث إذا لم يجد سترة إذا لم يجد عصا فليخط خطا، قال أبو داود قال سفيان لم يروى هذا الحديث إلا من هذا الوجه ولم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، دل على أن المتقدمين يأخذون بالشواهد. الذهبي في ميزان الاعتدال لما ذكر حديث لا نكاح إلا بولي وأفطر الحاجم والمحجوم، قال الإمام أحمد هذه أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. ابن تيمية في الصارم المسلول قال عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد إنما أذكر ابن لهيعة للاعتبار والاستشهاد ولا أذكره على أنه حجة إذا انفرد. إذا دل هذا على أنهم يأخذون بالشواهد ويأخذون بالمتابعات. إذا توبع شخص ضعيف، يعني ابن معين قد يقول عن الرجل ليس بشيء، كلمة ليس بشيء تنبع عن ماذا؟ أنه ضعيف، ومع هذا ليس هذا هو المقصود. قد يكون مقصوده عن الرجل ليس بشيء كما قال ابن حجر في مقدمة الفتح، قال إن ابن معين قد يقول عن الرجل ليس بشيء لا لأنه ضعيف وإنما لأن أحاديثه قليلة. فلربما يأتي إنسان ويقول والله ابن معين يقول هذا ليس بشيء ويأخذ على هذه القاعدة.